صباح الخيرات عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم، وبما أنه نحن حاليا بفترة امتحانات بتطرح الأمهات كتير تساؤلات حول النظام الغذائي المناسب لزيادة تركيز الأطفال ومساعدتهم أنهم يستغلوا طاقتهم بالكامل لاستيعاب المعلومات بالطريقة الصحيحة. لما بعرف إذا العدس يلي عاملته الشيف أنه ممكن هو يكون له فائدة، هلأ بنعرف طبعا، لأنه هذا الموضوع مهم جدا وبينعكس على صحة الطفل، خاصة أنه بهالمرحلة بيكون جسمه بيطور النمو. صارت معنا بالاستوديو اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة لحتى تخبرنا أكثر تفاصيل عن هالموضوع. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني فعلا مرحلة حساسة هلا، كله بمعسكر دراسي، طلاب التاسع، طلاب البكالوريا، شفقانة على الأهل وأهاليون. هي جاية إلك أهاليون إنه سكتوا، ما تطلعوا صوت، ممنوع الزيارات، وما بنعرف شو بدنا نطعمي هالولاد بظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبنفس الوقت بدنا نحافظ على تركيزهم وأدائهم الدراسي والعقلي بكفاءة عالية. قديش بيلعب الغذاء دور بالتركيز بالدراسة؟ شيء طبيعي. هلا القصة اللي جاي احكيها انه اليوم بدي اعطي معلومات انه مو بس شوكولا وجوز ولوز وبندق ومكسرات وكسري وهالول القصص. في شغلات كثيرة. هلا الآليات تبع الذاكرة آليات كثير معقدة، وآليات تعتمد على شيء اسمه تثبيت المعلومة، الذاكرة الطويلة المدى، الذاكرة القصيرة المدى، كيف فوتت معلومتي بانتظام، كيف بدي اسحب معلومتي. هلا احلى شيء بالذاكرة انك كيف في عندي قدرات، كيف بيلعبين الجمباز، في ناس عندها عضلات مرينة بتقدر يعني بسهولة تمارس التمرين، وفي ناس عندها عضلات يبسانة. كمان استرجاع المعلومة هي اسمها جمباز الذاكرة، جمباز الدماغ، هي الإنسان اللي بيقدر يسترجع معلوماته حتى لو ما راجع المعلومة. فهنوم نحن نعطي كتير أفكار هيك سلسة وبسيطة، وأحلى شيء بدها تكون وصفة اليوم حسب الأوضاع الاقتصادية تبعنا، إنه أول وصفة للذاكرة إنكم لا تاكلوا كتير. حلو جدا، هاي أحلى شيء. تمام. طيب مثل ما ذكرتي إنه حتى الأهالي بيكونوا بحالة ستريس يمكن أكثر من الطالب، في وصفة للأهالي آخر شيء اليوم عن جد نعطيهم وصفة للأهالي. طيب هلا انا بتذكر امي كانت تحمص سمسم، ويعني ما عاد فيني اكل من كثر ما اكل سمسم، انه السمسم امي كثير منيح للذاكره. كلي دارسه مو دارسه السمسم بخليك تجاوب على الاسئله. فعن جد بدنا نحكي عن اغذيه معينه ممكن تكون هيك جدا بسيطه وهي اصلا متوفره بالبيت، بس نحن ما عندنا درايه وعلم انه ممكن فعلا هي تفيد اطفالنا. اول شيء شو ممكن نقول لهم؟ وصفه وأخف وصفة وألطف وصفة للذاكرة لهالأوضاع الاقتصادية للبلد تبعنا. هلا بجوز يمكن هيك وحتى حتلاقوا إنه فعالي، يعني إنه أنا بإذن الله على السريع، في مادة اسمها زيت والزعتر، حلو الكلام، ما بكفيني، هي فيها سمسم وفيها أكلة بتعمل بتنبه الأعصاب الشمية، لأنه هنا حأحكي كتير عن تلازم الشم مع خلايا الذاكرة. تمام. نحكي الوصفة بعدين نحكي بالفروعات الثانية. هذا الزيت والزعتر بيحطوا للأهل للولاد في شيء 4 معالق مثلاً، مثل ما بيقول مثلاً إذا بدنا نقول 100 جرام زعتر، من الزعتر اللي بنحنا منتشر ببلادنا، 3 معالق كبار كركم، ما بينزع الطعمة وبيعطيها طعمة كتير رائعة، وبيأكلوا مع الزيت. هاي الوصفة على مدة أسبوع بتحسن كفاءة الذاكرة 70%، يعني وصفة خطيرة جداً. حلو. بيكون فيها سمسم والزعتر والكركم، هاي الكركم عندنا يا كتير بيحسن كفاءة ترابط المعلومات وسرعة استرجاع المعلومة. حلو. بيهمني إني كمان استوعب سرعة حفظ، يعني كمان إنه بيصير عندي تنبيه لهذا الموضوع. تمام. للطلاب العلمي ما في هلأ يتركوا شيء اسمه البيض، البيض المسلوق كتير رائع. الناس اللي ما بتحب البيض نحنا منقول إذا فينا ناكل أكلات فيها فسفور، أكلات البحرية والهي. تمام. لكن برجع بقول نحنا بلادنا مو بلاد ساحلية، مو كلها، وحتى البلاد الساحلية ما عاد إجا السمك الفريش الصح. تمام. فإذا ما توفر السمك الصح، لأنه السمك كتير عامل مهم لزيادة قوة الذاكرة غذائيا. تمام. القصة أني أنا يهمني أنه يكون في عنا بيضتين مسلوقات، إن ما كان قدرنا كل يوم، يوم أي يوم لا. الناس بتحسس من البيض حبة أوميجا 3،
إن ما كانت عندي إياها فيها هيك، بس أفضل لي تجي بعد صفار البيض، هي تحمل ترابط للمعلومات. يعني طالب العلمي مثلاً تحليل المعلومة هالقصص هي كلياتها كلها بحاجة لقدرات، ما بس نحكي عن الذاكرة، يعني هي عبارة عن شيء اسمه كل ما شبعت هاي الخلايا تترابط معك بسرعة بكفاءة معقدة أكثر، كل ما كانت ذاكرتك أقوى وتحليلك للأمر أعلى. حلو. وهذا اللي بيهمني أمره. هلأ الشغلة اللي أهم شيء ونحن بنغفل عنها وهي كتير ببلاش وهي من منح الله تعالى علينا، وصفة بسيطة جدا، أهم غذاء للذاكرة على الإطلاق على الإطلاق هو الأكسجين. يعني أنا وين عندي مشكلة أعمل وقت بحس في ضوجان بذاكرتي، وقت اعمل فاصل فني لك، مو اطلع وحوص لك، هاي النفس هذا العميق هذا اللي احنا نعود اولادنا عليه اللي هو بيجي معنا بالرياضه، بيجي معنا الجلسه الهادئه فوتت والتركيز والتنفس. وانا عم بركز على التنفس. هلا حتى في رياضه بقول للذاكره انه انت حتى تعرف شو كميه الاكسجين لازم الواحد يختبر الفتحتين الانفيات عند الهي الناس اللي عندها زوائد انفيه وقرنيات وهالامور هي كلياتها، تحاول مو غلط تغسيل الانف بالماء والملح، تنشيط يعني يطلع الطالب يغسل هيك يدوب المخاط حتى لو كان الحجيرات ضيقة عنده، لأنه ما بتتخيل نقص الأكسجين قديش بيسبب النعس والملل والنقصان المعلومة وعدم التركيز، بده يقوم يمشي وبده يقوم يحرك. فأهم أهم وصفة قبل الزعتر وقبل الزيت وقبل الكركم وقبل البيض كلياته الأكسجين. تمام. الشيء قبل ما احكي عن شغلات اللي بتفشل الذاكره بجد، يعني وقبل ما نحكي عن طاقه او رياضه استرجاع المعلومه اللي هي لازم احكيها ان شاء الله تفيد اخواننا المشاهدين، اني لازم اعرف انه الاغذيه هي بتشمل عندي اياها تقريبا 20% من تركيز المعلومه. اذا ربطتها بحاسه الشم، يعني وانا عم بحفظ ماده انا حطيت سكره نعناع، انا حاطه شيء ريحه عطر حلو، الذاكره ترتبط دوما تثبيت المعلومات بالمشاعر. ليش نحن بنحفظ الغنيه بثلاث ثواني ودرس الجغرافيا بنقعد فيه 17 سنه؟ شغلنا مشاعر وتخيل وتصور. هذيك بتطفي المشاعر بصراحه حسب الموضوع، الماده اللي بتحبها انت، استاذك اللي بتحبه انت، بثواني بتاقلع معه. هلا لك شغله دكتوره، كثير طلابنا قاعدين هلا عم يرسموا ذكرياتهم على الدفتر والموبايلات والموبايل كل شوي بيفتحوا بيجاهم اشعار على الذاكره. هذا تماما، يعني هذا كله بيشتت الذاكره انت وعم تثبت المعلومه. هقول لك معلومه يا ورد، حتى بقولها لحالي قبل ما لا غيري، انا عم بشتغل شغلي بمهنتي بدراستي بمكتبي، عم بحفظ درس، يمكن الطالب يمكن عم بشتغل ببنك عندي، رن الموبايل او اجتني رساله واتس، انا فايته بعمليه الهي، رن الموبايل، حلت الموبايل، شفت مين رساله زديته، رجعت كفاءة الذاكرة وتثبيت عملي وتركيزي للـ20%، مو للصفر بصراحة. تمام. كنت واصل لمرحلة القمة، وهون عم نفقد إبداعنا وإبداع أطفالنا. تماما. الفكرة إنك أنت تكون مركز بنفق بالموجة الدماغية، يجي إشارة تانية مو متوافقة معها، روحت تركيز حفر النفق بخلايا القشرة الدماغية. نرجع للتغذية دكتورة، يعني هل التقنيات فعلا مشكورة لذكرها، ولكن في اكلات هلا ممنوع ينطبخوا نعم. بالبيت ممنوع ينحطوا نعم. على الغداء نعم. والعشاء نعم. شو هنين؟ العجين يا ربي، وقت بشوف ام عم تدحش قبل فحص الامتحانات سندويشه شوكولاته بيتم ابنها قبل الفحص بعد عن الخبز قبل عمليه الامتحان، الاكل يطالع الولد اكل فطور ما هب ودب قبل، خطر على الذاكره، خطر انك تنقل الدم تبعه هلا من الدماغ للمعده. حسمه ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، ما بدي ملء البطن بيجيب قله العقل، البطنه تذهب الفطنه، هي قاعده لا انا ولا تغذيه ولا شيء بنختلف عليها، ما في حدا بيختلف عليها. اياك ثم اياك تبعت ابنك تلياني معدته على الامتحان، ما في شيء، خاصه العجين، العجين دمار شامل للذاكره، هاي الكروسانات والقصص والهي اللي عم تنباع والفطا، ما بيصير هذا الحكي، العجين بيفشل الذاكره، السكر الابيض بيفشل الذاكره رغم انه بدنا مواد سكريه، مين قال هذا الحكي؟ السكر الابيض بيعطي دفقه سريعه وبعدين بيهبط عندك اياها الطاقه فورا، يعني بنص الامتحان بتحسي حاله ما عاد استرجع المعلومه. فالقصه اللي هي اللي بيهمني امرها هي المعلومات البسيطه هي تكون عندي اياها بكفاءه، هي اياك ثم اياك هدول الاشياء. فانا هي كثير بنبه عليها الاهالي. تمام. في شغله بس بدي نبه عليها انه سرعه استرجاع المعلومه، في عنا حتى لو انا بدي احكي بالاليات بس لو مو اهميتها هي ما بحكيها والله،
هلا انا لنفرض نحن ما عندنا شيء اسمه رياضه استرجاع المعلومه، يعني نحن متعودين نراجع المعلومه لنروح نرجع نقدمها بالامتحان. طب لنفرض بظرف ما انا ما قدرت راجع الكتاب كله ليله الامتحان، هل عندي قدره اني انا يوم من الايام مرقت هي بذاكرتي اني استرجعها من كومه العشوائيات الموجوده بالذاكره؟ وهي بتختلف قدرات الطالب فيها عن الطالب، وهي مثل العضله كيف بالتربيه تكون. يعني انا بقول لام اي طالب حفظتي درس رجع قدامك سمعه راح لعند الانسه ثاني نهار ولا متذكر شيء، طيب مو اشكال، انا حفظت الدرس بعد 3 ايام بسال ابني عن هذا الدرس هذا القصه شو ان شاء الله متذكر منه 1%. عمليه انه استرجاعه للمعلومه من دون مراجعه بتساوي سلاسه له فيما بعد. اساليه بعد اسبوعين عنا بهالطريقه من دون ما يراجع صار عنده 90% للفقره حافظه. صح. وقت بيجي الامتحان درست ولا ما درست لظروف ما ما لحقتها هي المعلومه صارت بالاعمق اعمق اعمق ذاكره بسبب رياضه الاسترجاع. هي بفيدك غذاء زيت الزيتون. الزيتون كمان الزيت عمليه كثير رائعه يعني مهمه جدا بعمليات الانزيميه لشيء اسمه سرعه استرجاع المعلومه، وان شاء الله يكونوا استفادوا من هاي. حلوه كثير هي الفكره لانه اغلبنا بحس انه اذا الصبح ما فقت راجعت كل شيء دارسه ما راح اعرف اكتب. يستحيل. هو ما في مجال خصوصي بالتاسع بكالوريا، يعني انت عندك كتاب كامل ولا راجعه كله الصبح، هذا شيء يعني بالخيال. طيب خلينا نروح دكتوره قبل ما نختم فقرتنا لليوم لعند الاهالي، ويعني حاله التوتر يلي بتصيبهم يلي هي حاله طبيعيه، يعني اي حدا هذا الطفل يلي بحب انه يعمل له اكثر شيء منيح بالحياه ويكون مثال جيد بالحياه له انه يتوتر. صح. فشو بدنا نفيدهم للاهالي؟ هلا شوفي في شغله يعني مثل ما بيقولوا نصيحة، وفي شغلة شيء غذائي بإذن الله تعالى. يعني هلا نحن ما شاء الله كان إنجاب 290 ولا 180 ولا 170 فرق أو زودة يعني عن هاي الأمور، هي والتوفيق من الله تعالى إنه بأي كلية بيقدروا بيتوفقوا فيها. أنا قدمت اللي علي دونت وري، يعني أنت مو عليك تلاقي. حتى الولد وقت بيشوف أهله مستقتلين عليه في بصير عنده ردة فعل عكسية. فأي شيء بأي الأمور بالحياة، وأنتوا أهل الناس اللي بتعملوا مع التنمية البشرية وهيك، أي شيء بتضغط عليه بزيادة بيعطيك رد فعل عكسي. أنا علي وجهي، نحن مو علينا نحن أنه نكون عند نجبرهم بهالسلك يفوتوا وهالقصص هاي، علينا نوجه علينا ننصح. لازم يعرف أنه الإنسان بيعمل بيأدي اللي عليه ما أشكال. هلأ الستريس والضغط والهالأمور وصفة بسيطة، هي مادة المردقوش. المردقوش هي مادة كتير بتخفف الستريس. الماء والليمون كثير بيخفف الستريس للطالب وللأهل. الفكرة الأساسية وياخذ الأمر مو أكثر من حجمه، يعني واحد عنده هذاك اليوم مثلا إجانا على العيادة طلع صار عنده حيصير عنده مرض ضغط من ولد صف تاسع، لك يا عمي إنجاب هالعلامة. والله هالأولاد قلك شغلة دكتور الله يعين أهليون عليهم، بس ما يعني اللي مو مجرب ما بيعرف. عم بسمع سماعات عن طلاب تاسع أو طلاب حادي عشر عم يجهزوا للبكالوريا او طلاب هلا بعد 10 ايام فحصهم بلشوا يبلبعوا ادويه اكتئاب، يعني اهاليهم شابوا انه ابني عود دروس، ابني قطعنا من لقمه اخواتك كل السنه لنسجل لك دورات، بس عود دروس بقيان فقط 30 يوم. المشكله يا ورد الطالب بهالاي الظروف عم اول كلمه عم يقولها للاهالي، يعني انا شو راح يطلع لي من هالدراسه اللي درستها؟ يعني شو بدي بهالبلد انا؟ انا كل هالظروف التعيسه المحيطه فيه وعم يتفرج، والولد هلا الموبايل تبعه وعاه، يعني شاف انه مثلا لاعب كرة قدم تسوى الدراسات كلياتها، او شاف فلان فوين قاعد عم تقعدني على شقفة مكتبه قاعدة مثلا على الانستغرام انه وعامل تيك توك لا مثلا لا دراسة ولا تدريس ولا شيء ووصلت واقلع. هذا ما بوخ فيها بس يعني اجمالا، وكمان غلط الاستقتال على الفكرة. انا بحب كمان نوعي بالوعي بالحوار انه كمان نوجه اجيالنا بالصيفية عواضمة هالمسليات انه نكون نحن نوعي بالعمل الحرفي. يعني شو قديش حلو يطلع طالب عم ياخذ البكالوريا وبايده مهنة، يا رب يدخلك انه بيساعد اهلي، مو غلط هذا الحكي. نحن شعب بيحتاج، والعمل على فكره هو اللي بيجيب العلم. صح. هذا اللي نحن لازم نوعي فكره فيها. هاي افكار جدا حلوه، ان شاء الله يا رب كل اللي عم يشوفونا يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك دكتوره على معلوماتك. شكرا كثير لك. وبمجرد مشلين يحسوا الاهالي انه في مين عم يحكي بهمومهم، انه مو بس انتم اللي عندكم بكالوريا وتواسع، الله ينجحكم اولادكم باعلى العلامات، لا كمان مشلين وانا وكادر صباح الخير كلنا معنيين بانه نكون ايد بايد لنطلع جيل ان شاء الله يا رب هيك البلد تستفيد منه.